انا ما هو ده، انا كنت بقول لك انا كنت في الفتره دي كنت في الامارات، وكنت رايح نادي العين، والنادي قالوا لي ماشي خلاص، واتفقنا دليل ان انا سافرت ورحت واتفقت معاهم على كل حاجه، والنادي اتفق معاهم على كل حاجه والمبالغ اللي هتدفع والفتره اللي انا هتنقل فيها السنتين كل حاجه. وبعدين فوجئت، كنا مسافرين رايحين بطوله البحر المتوسط، وبعدين لما رحنا قبل ما نسافر واحنا في المعسكر لقيت نادي الزمالك، لما انا رجعت من السفر رحت بقى على معسكر المنتخب، لقيت نادي الزمالك كانت غلب في الكاس فمشاكل، ونادي الزمالك رفض ان انا اسافر. قعدت افكر بقى يعني بعد الوعد وبعد الاتفاق وبعد كل ده، طب انا مالي يعني، طب نادي الزمالك مش هيوقف عليا، نادي الزمالك في لعيبه احسن مني 100 مره وهيجي احسن مني يعني. مش هيقف عليا النادي. فكان قراري ان انا البلد اللي مش تابعه للاتحاد الدولي، فكانت في الفتره دي امريكا، كان كل معظم اللعيبه الكبار زي بيليه، زي مثلا بتكلم بيكن باور نيسكنز، الحاجات دي كانوا موجودين في نادي كوزموس يعني، انا حضرتهم هناك. لكن هم بيلعبوا، ما كانتش امريكا فيه اهتمام بالكوره قوي زي دلوقتي. فما روحنا كان بيلعبوا البطوله دي عباره عن ولايات بيلعبوا البطولات. فما انا رحت امريكا لعبت وبلعب، لكن كان في مشكله السنه اللي انا كنت فيها في اخر السنه كنت بلعب، قعدت 14 اشهر العب. بعد الاربع اشهر بدات امريكا تروح يعني تنضم للاتحاد الدولي، فبقى واجب ان انا لازم يكون عندي الاستغناء او موافقه النادي الثاني على ان انا انتقل لامريكا. وطبعا النادي عندي في المفاوضات استاذ جورج قال لي النادي مش موافق، يعني كانت الصدمه كبيره ان النادي مش موافق، والنادي خد قرار ومجلس الاداره خد قرار ولازم تيجي. المهم رجعت على طول، على رجعت من امريكا على زامبيا على طول على المنتخب، كان عندنا مباراه تصفيات كاس العالم في زامبيا. فخلاص هو ده قدري يعني، انا ما ورغم كنت ماشي هناك كويس، كنت عامل شغل كويس يعني، وان في لعيب عربي بيلعبوا. بعد كده راح اسامه خليل بعديه قعد هناك في فيلادلفيا، وقعد له فتره يعني كويسه. لكن كان الولايات دي غير الولايه دي، الولايه اللي انا كنت فيها ان كان اول نادي اتعمل للكوره في امريكا كوزموس، وكان في اكبر لعيبه في العالم، فعشان كده كان ده نقطه الخلاف. بيكن باور ونيسكنز وبيلي كان ما كانش موجود، لكن كان موجود في الفرقه، لكن ما كانش موجود في المعسكر. كان معايا كان لعيب، كان عندي كارلس بيرتو بريرا كان موجود في معانا في الفرقه، كان معايا اعظم اللعيبه في العالم كانت موجودين.